الآن ننتقل إن شاء الله للجمعية. بأي سنة دخل الجمعية؟ الجمعية كان 73 23 ل 60 بدك كان عمره حوالي 37 سنة 38 سنة. 38 سنة. ترأس الجمعية. جمعية سان باولو. سان باولو. يمكن أول جمعية صحيح. إسلامية في البرازيل. نعم. صحيح، بس هو ما كانش هو أول ولاية. نعم. لا، كان في اللي سبقوه من بعد. يمكن تأسست سنة 1930 تقريبا. مزبوط، حوالي آخر العشرينات. نعم. كانوا من الإخوان الفلسطينيين والسوريين، ومنهم بيت قدورة ومن بيت قدورة. إجوا من منطقة اسمها صفد. ايوه بتصور. نعم. ما بعرف، ما عندي. نعم. منطقة اسمها صفد من فلسطين. ايوه. وهن عملوا اول جمعية. صحيح صحيح. وبعدين انضموا الى يعني مجموعة من اللبنانيين وعلى رأسهم الوالد. صحيح. نعم. يعني ما بعرف كم جمعية صارت من 30 لل 60، بس نعم. الوالد استلم بال 60، هيلي بعرفه. كان عمره 37 سنة. ودشنوا أول مسجد أمريكا اللاتينية اللي هو بيافينيدو دي ستادو. هو أول مسجد في أمريكا اللاتينية دشن على عهد الوالد من الوالد. كان هو رئيس جمعية. كان المرحوم خالي يوسف بالجمعية ومرحوم خالي أحمد بالجمعية. كانوا كلهم سوا. كيف السلطان؟ اي نعم. والله هذا فخر كبير. أي فخر كبير. أي صحيح صحيح. مش بس لعائلتنا، عائلة الدرغام، عائلة العراء. مزبوط. فخر لأهل السلطان. صحيح. أنه يدشن. صحيح. أكبر مسجد وأول مسجد في أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية عم نقول يعني أول مسجد بالبرازيل، بالأرجنتين، بشيلي. مزبوط. يعني سبحان الله. صحيح. يعني صحيح. هذا يعني وقفه. اي صحيح صحيح يعني صحيح. سبحان الله، كيف الله سبحانه وتعالى يعني كتب لاهل السلطان اللي يكون عندهم. مزبوط. مزبوط. هيدي الميزة. اول مسجد ما كانش في مسجد، يعني 1960 ما كان في مسجد. 1960 يعني ما كان في مسجد في في كل امريكا اللاتينيه. مزبوط صحيح صحيح. ما كانش في هيدي. سؤال خاص لك. أي. شو بتشعر انه الوالد دشن اول مسجد في امريكا اللاتينيه؟ والله فخر كبير، فخر كبير. لا مش لنا، لكل اهل البلد مثل ما عم تحكي. يعني وهذا نتيجه هذا يمكن ربنا بده يكرم اهل البلد تبعنا، وبده يكرم هؤلاء الشباب اللي تركوا كل شيء وراهم، واولاد يعني وصلوا لهونيك ارض ما بيعرفوها، ما بيعرفوا حدا، والله كرمون يصلوا لهيدا المرتبة ولهيدا الحدث اللي صار بال 1960. هو بالضبط 20 أيار 1960. هو المسجد وضع الحجر الأساسي تبعه ب 1950، كان كمان بوجود والدك هناك الله أعلم. صحيح. الحجر الأساسي عملوها وبنوا خيمة وبدأوا يصلوا بخيمة. صحيح 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 صحيح. إيه وليك شوف سبحان الله، شوف يعني الإمكانيات كانت محدودة جدا. نعم. كانوا بنعدوا على الصبية مين عنده المصاري يعني مفضل معه. هيدا دليل انه كانوا كلهم روح واحدة، وكان توفيق من ربنا، عشان لما بيكون في روح واحدة وهدف واحد وقلب واحد الله بيبارك وبيوفق. وطلعوا بهذا المسجد بال 1960 اللي هو يعني اليوم يمكن نعجز نعمل مثله اليوم. يعني كان وقتها شيء مرتب جدا، الديكور جوا وبرا وشكله الاركيتكتشر تبعه وكل شيء، يعني شغله مهمه. وشنو وجالي شو بسيطه جدا، يعني كلهم كانوا مسكتيه. كلهم يا الله. ويعني بالقرش وبالليره وبالشو اسمه، يعني فيها جير بالشكل. وبنوا جامع. يعني شوف امكانيات محدوده بس توفيق من الله. توفيق الله، ربنا بارك يعني وقدروا يعملوا فيه. كم سنة بقي رئيس جمعية؟ هو كان رئيس جمعية على أربع دورات متتالي. ما شاء الله. متتالي. آخر مرة بالثمانين بتصور.
1960 ل 80 اي اربع على اربع مرات تقريبا 20 سنه اي على اربع مرات هن يعني ساهموا ببناء المدرسه الاسلاميه كمان عشان الجمعيه نعم. كمان وبالاسلاميه شو عملوا كمان وكمان بالسنة 70 بتذكر انه هو يمكن كان بدوره السنة 70 رئيس جمعيه عشان كمان الجباني الجباني كمان بيغواروليوس على دوره بيغواروليوس كمان ف بذلك يعني ايه جباني المدرسه ب 67 مش هو يمكن ما كانش بس هن كانوا كله مع بعض أي اكيد نعم. واكيد ساهموا عشان كانوا يعني صاروا ب 67 مكنين كانوا قوية نعم. ب 70 الجباني وبالسبعينات بالمناسبه بال 75 كمان سعوا لحتى يدشنوا نادي السلطان نادي السلطان بال 70 ب 75 نعم. بال 74 او 75 نعم. كمان يعني كان في نشاط كان العالم سبحان الله يعني من مشي كانوا يعملوا شو بتذكر عن المرحوم بيك مثلا بالبرازيل اكثر شيء ركز عليه يقوله تفهم منه بعمله بزيارته يعني شو اللي شفته من الوالد واثر فيك الوالد انا على طول بحكي انه نحن نحن مين انا وخي الله يرحمه اخي بيه. كمان يعني نحن يمكن ما بنطلع ضفر عند انا وياه سوا كنا نحكي مع بعض بنطلع ما بنطلع ضفر الوالد كان موهوب كان عنده الكاريزما كان عنده من الله الله عطيه يمكن تعويضا للي هو مرق يعني شبه انه ربي يتيم من ام وبي على فترة طويلة وهاجر يعني ما كانش عنده هيدا الشيء أيوة ما كانش عنده السندي أي وربنا يمكن عوض عشان هاي كان صحيح مش متعلم بس كان عنده طلاقة كان عنده للخامس سيرتيفيكا وين تعلم بلوسي يعني فكان عنده وجود كان عنده يعني شخصيته كان جريء كان جريء كان كاريزماتيك كان ما يخاف يعني يضحش كان هو شخصيته قوية الوالد كان كثير حر ومعروف عنه انه كان حر يعني ما يسير لذلك لاجل الشيء هيدا يا انت بتحبه كثير وهو كان سبب لكثير من الاجيال الصغيره يعني يشوفوها انه كمثل يشوفوه كمثل انه قوي عنده جريء وعنده شخصيته قويه وحر او تكرهه عشان اذا هو انت منك ادمي شو اسمه بيحكي بوجهك ما عندوش مشكله انت بقول لك غلط هيك بوجهك بيقول غلط فهذا بيقول له بوجهه غلط مش راح يعجبه يا الوالد يعني يا بيحبوه يا بيكرهه ما فيش حل وسط سبحان الله يا هيك يا هيك المهم انه كان على الحق كان على الحق يعني كان هو كثير جريء كان مسك الجمعيه الاسلاميه صحيح كان كان صادق بالتجاره حكيت لنا وصادق بالعمل الاسلامي انت عم تسالني شو اثر فينا اثر فينا بشغلة كثير مهمة اللي هو ما كان يطيق الغلط نعم ما عنده زيرو توليرنس يعني صفر على الغلط أبداً. ما فيش مرة خلنا الشيك هيدا السوبرنومي يعني الاسم سايد الغام إذا رجع مرة واحدة أنا بقول يلا طيب هاي. يلا طيب هاي ما فيش لحد يدي ما فيش لا كارتوري ولا شيك دي بوفيد ولا شيء هذا بخمسين سنة ستين سنة عمل كان حر كان حقيوي كان يحب الخير يعني كان يفوت بعمل الخير وكان هو يعني بالجالي معتبر عشان هاي يعني كان محترم عشان هاي كمان كان يساعد العالم مثلا كان أي مشكلة سياسية أو شو اسمه أو بوليسية يروحوا لي